السلام عليكم، ممكن نشتغل برمجة من خلال الماينكرافت. فده موقع اسمه code.org، دخلت على صفحة الماينكرافت، هو فيه حاجات كتير جدا بس أساس ناس كتير بتحب الماينكرافت اخترت ان احنا نشرح عليه. تقدر تشتغل اونلاين تمام، او تقدر ان انت تسطب البرنامج عندك، فانا اخترت ان انا اسطب البرنامج عندي. فقال لي عايز تحمل انهي اصدار، تمام. اخترت اللغة العربية، تقدر تختار انجليزي او اي لغة تانية انت عايزها، ويندوز او ماكنتوش، ورحت مسطب الاداه بالشكل دوت. فهيبدا معايا واحده واحده. طيب اول ما بدانا كانت بالشكل دوت، فهو طبعا اول درس سهل خالص، بيفهمك بس فكره البرمجه هتبقى عامله ازاي، ان انا هديله اوردر كله شغل فيبدا ان هو ينفذ. طيب انا هنا وعايز اوصل هنا، يبقى انا محتاج ان اتحرك 1 2 ممكن خطوتين، يبقى انت كده وصلت قدام الخروف دوت، تمام. ده اول مستوى زي ما انت شايف سهل جدا. المستوى اللي بعد كده يبدا ان هو مثلا يديك فكره معينه، وبعد كده كل شويه هتلاقي الاوامر هنا بدات تزيد، تمام. طيب بيقول لك ايه الخشب، هتروح الخشب، تمام. فعايز تروح وبعد كده تستخدم امر لود 1 2 اهو، وبعد كده ممكن اقول له ابدا خد الخشب. وهكذا كل مره بقى الدروس ايه يبدا يديك اوامر تختار منها. بيقول لك استخدم امر عشان تقص الصوف. طيب انت هنا تبدا تمشي خطوتين وتقول له ايه قص الصوف، وبعد كده المفروض تلف اليمين وتحرك الأمام خطوة، وبعد كده تقول له قص الصوف. نجرب. كده انت نفذت الأوامر. طيب دي بقى هتتكتب ازاي؟ ممكن تقول له بقى وريني الكود، فبيقول لك اهو موف فورورد وقوسين، وتدي بقى ايه سيمي كولن، وبعد كده موف فورورد وقوسين سيمي كولن شير، وبعد كده قوسين سيمي كولن، وهكذا. فانا ممكن اقول له ايه الاستمرار، ندخل على اللي بعده. بيقول لك تحتاج الى بناء منزل اقطع شجرات التلاتة، فانت واقف هنا فمحتاج ان انت تقطع التلات شجرات، فاضطر بقى تمشي تمام حسب بقى ما انت عايز. طيب هو مديك بعض الكود، الكود ده مش هو ده اللي هيكملك، بس هو بس ايه بيعرفك، فانت ممكن تشوف الخطوة بتعمل ازاي اهو. وبعد كده اتجه اليسار، تمام. محتاج تمشي خطوة كام، خطوتين، وبعد كده تقول له كتلة تدمير، وبعد كده اتجه لليسار، هتبقى واقف هنا هتمشي خطوتين، لازم خطوة كمان، ماشي. يعني مجرد بس ان احنا ننزل خطوة يعني. فبالطريقة دي الناس بتبدأ تتعلم فكرة البرمجة قبل ما يبدأ ان هو يكتب كود. ده الكود اللي المفروض ان هو يكتبه. بعد كده هيبدأ يعرفني ان في حاجة اسمها تكرار، بدل ما اقعد اكرر الامر، لا انا ممكن اقول له ايه ضع الواح الخشب تحرك الى الامام، وقلت له تكرار يعني اعمل دي 4 مرات. فدينا اتعلمنا امر جديد. وممكن تقول له بقى وريني، فيبدأ يوريك بقى ايه الامر بيمشي ازاي، الامر التكرار اللي هو 4، تمام. دي من بالشكل ده، ده كده جافا سكريبت. تقول استمرار وتبدا تتعلم واحده واحده بكل بساطه.
تمام. بعد كده بيقول لك اختار الشكل اللي انت هتبدأ تشتغل عليه، سهل متوسط صعب.